هي نهاية غير تلك التي كانوا يتمنونها لأحلامهم، حياة أفضل في أوروبا. في عرض البحر قبالة سواحل صفاقس التونسية تعترض دوريات خفر السواحل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. قارب متهالك مكتظ وظروف سيئة، ورغم ذلك يتوسل هؤلاء المهاجرون خفر السواحل أن يتركوهم يتابعون طريقهم. صراخ واحتجاج وبكاء، مشاهد مثيرة للشفقة تدل بشكل واضح على المعاناة وحجم الخطر الذي يتهدد أعدادا هائلة من المهاجرين الذين يركبون قوارب الموت ووجهتهم أوروبا. خاصة من أول الشهر اليوم هذا هبطنا إقليم البحر الوسط حوالي 3000 مجازر في البحر يخلص في مدة 10 أيام. نسبة 90% منهم من أفريقيا جنوب الصحراء و 10% تونسيين. غالبا ما تنتهي هذه الرحلات بمآسي الغرق، فقد شهد الأسبوع الماضي غرق قارب مخلفا هلاك ما لا يقل عن 11 شخصا و44 في عدد المفقودين. احنا اولوياتنا انقاذ الارواح البشريه في البحر، هذا مما لا شك فيه. هاك شفتوا معنا انتم اليوم في 24 ساعه قمنا ببرش عمليه انقاذ في البحر. شفنا ثلاثه مراكب كانوا متعطبين، كيفاش انقذناهم؟ ما كانش سهل العمليه. وفقا لأرقامها الرسمية تمكنت تونس من منع 14,000 مهاجر من الوصول إلى السواحل الإيطالية منذ يناير الماضي، وهو رقم يفوق المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي بأربعة أضعاف، وذاك أمر لم يسبق حدوثه ويظهر بوضوح هول الكارثة. تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ مطلع العام في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، المنطقة التي توصف بأخطر طريق هجرة في العالم.